Hallo? Hallo? معايا السلايد باينة؟ باين. اوكي، نبتدي بسم الله. آخر مرة كنا بنتكلم عن التوبيك اللي هو بتاع السي والاسمبلي، وهاو الكومبايلر ترانسليت السي ستيتمنتس تو اسمبلي انستراكشنز. وشفنا او يعني راجعنا مع بعض بسرعه كده، وفي السكشن برضو السي ستيتمنتس الاساسيه انواعها: الاساينمنت ستيتمنت، الديكلاريشن، الفلو كنترول، الفانكشن كول. وشفنا الكلام ده بيتم ازاي تنفيذه، يعني ايه الاسمبلي انستراكشنز او المشين انستراكشنز جنريتد باي ذا كومبايلر تو اكسكيوت السي بروجرام. في السكشن راجعنا الستيتمنتس الاساسيه دي والاستراكشرز وديتا ديكلاريشن داتا تايبس، و برضه في المحاضره قدمنا للفانكشنز الفانكشن برولوج والابيلوج والستاك فريم. الستاك فريم اللي هو بيتخزن فيه المعلومات تستخدمها الفانكشن، كرييتد وقت ما الفانكشن بيحصل لها كول، وبعدين بيحصل لها دي اللوكيشن مع انتهاء تنفيذ الفانكشن. باقي انواع الداتا وهاو تو اكسس داتا في الاسمبلي ان ماشين انستراكشنز هنسيبها برضو يعني تتراجع او يعني تقدم في السكشن. اخر توبيك هنتكلم عليه النهارده في السي والاسمبلي اللي هو الكنترول فلو. الفلو اوف ذا بروجرام بيتم تنفيذه ستيتمنتس ورا بعض او انستراكشنز ورا بعض، واحد ورا الثاني ان سيكونس. لكن في ممكن نغير السيكونس ده ان احنا نعمل كول لفانكشن في مكان تاني، يعني كول سبروتين بلغه الماشين، كول سبروتين وبعد كده ريتيرن فروم ذا سبروتين. ال deviation from السيكونس اللي هو 1 by 1 instruction ممكن يتم ايضا بحاجه من الحاجات اللي احنا شايفينها دي. control flow can be done by conditionals and by loops. conditionals زي ال if statement و switch statement. ال if statement ممكن يكون just if condition معين execute function معينة، if not do not execute. في أيضا conditionals ممكن تقول إيه: if condition execute something else execute a different thing. If you have too many conditions to test, you can use the switch. Switch على condition معين، case الأولانية اعمل كذا، case التانية اعمل كذا، الكيس التالتة اعمل كذا، في الآخر الديفولت بقى ما لقيتش ولا حاجة من دول، طيب ما هياش أي condition من دول، فيش أي كيس منهم، يبقى إيه الحاجة الأخيرة اللي تعمل. اللي نلاحظه هنا إن بعد كل سيكشن بيتنفذ مع أي كيس
نهايته بتكون البريك. بريك ليه؟ عشان يخرجوا من السويتش، من السويتش بلوك، عشان ما يخشش وينفذ الكيسز اللي بعديها. فالكونديشنال اما بالاف ستيتمنت او بالسويتش ستيتمنت. كذلك الفلو كنترول يعني تغيير السيكونس 1 باي 1 انستراكشن ممكن يكون عن طريق اللوبس، لان اللوب بينفذ حاجه وبعدين يرجع وينفذ ويرجع، مش بيمشي على طول كده، لا في برانش باكوردز. فاللوبس في الفور لوب، الوايل لوب والدو وايل. الفور لوب شكلها العادي الاساسي بهذا الشكل، يكون في عندنا هنا كاونتر او اندكس، الستارتنج فاليو بتاعته والكونديشن بتاع الاند فاليو بتاعته، وهاو تو ابديت. هنا بانكريمنت باي 1، انكريمنت الاندكس باي 1، وده البادي بتاع الفور لوب. هنا جاست وان ستيتمنت. الوايل، الوايل هنا بتعمل ايه؟ في البدايه خالص بتست على كونديشن معين، الكونديشن ده لو ترو بتنفذ البادي بتاع الوايل، الوايل ستيتمنت. لو فولس يو دو نوت اكسكيوت، يو اكزيت. الدو وايل هي زي الوايل برضو، بتعمل تيست على كونديشن، اف ترو يو كونتينيو، ريدو ذا دو ستيتمنت، اذروايز اكزيت. الفرق بين دي ودي ان هنا الكونديشن بيتم في الاخر، فيو دو the body of the loop just once, at least once. هنا you do not have to execute any time، لان التست على الكونديشن بيتم في الاول. داخل الوايل او داخل الدو وايل او حتى داخل الفور you can exit اللوب، سواء دي او دي او دي، you can exit according to certain condition يحصل داخل اللوب، غير الكونديشنز يو تيست نورمالي في الفور او الوايل او الدو وايل. فنشوف الستيتمنتس دي هاو تو امبلمنت ات ان اسامبلي. دي هي الاف ستيتمنت. الاخضر اللي باللون الاخضر ده هو سي ستيتمنتس، اللي بالاسود الاكويفالنت ماشين انستراكشنز جينيريتد باي ذا كومبايلر. هنا اللي باللون الاحمر دول يعني نقدر نقول عليهم ايه، بليس هولدرز. بليس هولدرز الكومبايلر بيحدد ايه دول، بيعمل ريفرنس ليهم، لكن الفاليو بتاعتهم اكزاكتلي اللي بيحددها اللودر، اللي هو وقت الجينيريشن بتاع اكسكيوتابل فايل اللي هو تو بي داونلودد في المايكرو كنترولر فلاش. بليس هولدرز جاست ا ريفرنس، give it a name. فده reference للأدرس ده، وده reference للأدرس ده. مين اللي بيحسب الأدرس ده؟ اللودر في الآخر خالص. فالإف statement هنا بتست على value بتاعت X، هل هي zero ولا not zero. لو zero بتعمل حاجة، لو not zero بتعمل حاجة تاني. فهنا compare R1 مع 0، 0 immediate value. هنا في assumption في الأول خالص، احنا بنقول ايه؟ بنقول ان بنفترض ان الpiece of code دي
هتبتدي تشتغل لما يكون الـ variable x موجود في R1 والـ variable y موجود في R2. R1 وR2 اللي هم الـ general purpose registers. فهو هنا بيتست x اللي هي موجودة في R1 فبي compare x مع 0. If equal, branch on equal. If equal, هيعمل ايه؟ increment الواي. branch on equal ل الادرس ده. هنا الـ if statement بتقول ايه؟ if x، فلو x not zero هينفذ ده، لو بـ zero هينفذ ده، فهو بي compare it مع الزيرو. فهي طلعت زيرو لأنه هو ممكن تطلع زيرو، يعني لو كانت زيرو هيروح ينفذ ده. ده اللي هو فين؟ اللي هو الـ else، الـ else part من الـ if، الـ else part اللي هو decrement الـ y. decrement ال y معناها ايه؟ subtract واحد منه، فده ال subtract instruction. subtract من R2 اللي هي فيها ال y، y في R2. subtract من R2 واحد، والresult رجعها تاني في R2، معناها ان ال y نقصد بواحد. هي ال statement دي. لو هو not equal ما هيش zero. if x يعني لو ما كانتش زيرو increment ال y، فهي لو equal هيروح هنا، لو مش equal يبقى مش زيرو فيعمل ايه؟ increment ال y. نفس ال instruction اللي هو R2 واحد، بس هنا add، هنا subtract وهنا add. نفذ دي او نفذ دي، لازم في النهاية اما ينفذ دي it adds to branch to skip ال else part. فلازم هنا unconditional branch، unconditional branch الى نهاية ال if block. نهاية ال if block هيجي هنا، فحط place holder، الكمبايلر هيحط place holder لل address ده. وده بيمثل flow chart اللي بيحصل في البروجرام ده. دي الأجزاء المختلفة، دي branch on equal فيروح هنا أو يروح هنا، وبعدين في النهاية الاتنين هينضموا للآخر هنا لو الأدرس ده. فده تنفيذ الـ if والـ else. switch statement بيتست على x. case 1 case 31 والديفولت عنده ثلاث حالات دول. هو بي كومبير R1 مع immediate value 1. نفس الفرض اللي فرضناه في المثال اللي فات في الاف ستيتمنت، برضه بنفترض ان الاكس موجوده في R1. وي كومبير الاكس اللي هي في R1 مع 1 branch on equal الى الليبل ده. الليبل ده بيقول له ايه؟ زود y بثلاثة، R2 زودها بثلاثة والنتيجة حطها في R2. بعد كده you have to branch outside the block عشان ما يتنفذش ده ورا ده ورا ده. عملت ده، البروجرام stored في الميموري sequentially كده. فلو عملت كيس معينة you have to branch إلى نهاية السويتش بلوك، نهايته اللي هي
عند الليبل 118 اخر البلوك بتاع السويتش. الكيس الثانيه بيقارن مع 1F. 1F اللي هي 31. يبرانش ليها وفي الاخر هنا هنا بي سبتراكت 5 بس هنا التست على 1F. فهنا هنا في الاول خالص الكومباريزون بتتم مع واحد في برانش دي اف ايكوال برانش الى الجزء بتاع الواحد اللي هو ده ما كانش هيكمبير مع 1F اللي هي 31 وبعدين يبرانش الى ال 114 اللي هي دي اوكي. يعني هو عملها بطريقه ايه؟ عملها يعني لو كان عندنا اكثر من كيس من الكيسز دي 1 و2 و3 كان هنا برضو برانش اون ايكوال، لكن هنا عمل برانش اف نوت ايكوال، برانش اف نوت ايكوال الى 114. فال 114 اللي هي الديفولت ال114 اللي هي الديفولت اللي هي سبتراكت 1 من الواي اللي هي الديفولت هي سبتراكت 1 من الواي. انما كيس 31 كومبير ار1 مع 31 هنا برانش اف نوت ايكوال الى 114. فهو لو نوت ايكوال، لكن هو ايكوال هيكمل اللي هي ايه؟ اللي هي برانش 110 اللي هي كيس 31 لان هو بيكمبير مع 31. لو مش بتساويها روح للديفولت خلاص دي اخر حاجه عندنا، لكن لو مش بتساويها روح للديفولت. غير كده كمل معناها ايه؟ روح للكيس بتاعت 31. فالكيس بتاعت 31 هنا اللي هي بي سبتراكت 5 من الواي، سبتراكت 5 من الواي. فدي السويتش ستيتمنت وازاي بتتقسم. فهنا المرحله اللي هي قبل الاخيره قبل الديفولت زي ما احنا شايفين هنا ما استخدمش كل مره كومبير لا يعني برانش اون ايكوال كومبير برانش اون ايكوال كومبير برانش اون ايكوال لا اللي قبل الاخيره خالص اللي قبل الديفولت قال له برانش اف نوت ايكوال. وهنا برانش الى اخر حاله قبل الديفولت. على فكره يعني دي طريقه ل يعني الكومبايليشن للكود ده بالحاله دي. الطريقه دي ما ليست الوحيده، يعني الكومبايلر اللي عمل العمليه دي من هنا لهنا اللي هو الكايل كومبايلر، ممكن كومبايلر اخر على نفس البروسيسور ولكن يترجم دي بطريقه مختلفه. يعني مش دي هي الكود الوحيد الممكن انه ينفذ السي ستيتمنت او السي بلوك ده. كومبايلرز اخرين ممكن كل واحد منهم يعمل الكومبايليشن بطريقه
مختلفه، لكن لوجيكالي هم في النهايه هينفذوا نفس اللوجيك المطلوب في البلوك اللي بيعمل له كومبايليشن. هنا ده عمل ايه؟ لو عنده مجموعه من الكيسز كل واحده منهم برانش اون ايكوال برانش اون ايكوال برانش اون ايكوال، اللي قبل الديفولت اللي قبل الاخيره خالص قبل الديفولت عملها على برانش اف نوت ايكوال ووراها برانش برانش اف نوت ايكوال الى الديفولت، واخر حاجه هي برانش الى الحاله قبل الاخيره اللي قبل الديفولت على طول. دي الفور ستيتمنت from i equals 0 لغاية less than 10 كل مرة increment ال i. البادي بتاع الفور اللي هو زود x ب value بتاعت i. الاخضر زي ما اتفقنا هو ال c statement وده الترجمة بتاعته. احنا عندنا الكاونتر بتاعنا يبدأ من الصفر. فهو هنا اختار ال R3 هي تكون الكاونتر بتاعه. R3 هو الكاونتر بتاعه. فهو بيبتدي الفاليو بتاعت الكاونتر بزيرو. لحظة واحدة. نكمل كلامنا. سامعني؟ الو؟ الو؟ ايوه دكتور. قلنا الكاونتر بتاع الفور اختار له الكومبايلر، ده اختيار الكومبايلر اختار له ريجستر 3 to be the counter. فهو كل مره هيزود ريجستر 3 ب 1 ويعمل لها تيست حتى تصل الى الفاليو 10. التيست هنا بتاع الفور تم هنا في اللوب في البداية خالص. في البداية خالص ازاي؟ هو عمل هنا branch instruction الى الليبل 144. الليبل 144 ده بيعمل ايه؟ compare الكاونتر بتاعك ب 10 لان هو بي compare it with 10. compare الكاونتر with 10. بعدين branch if carry clear. carry clear معناها ما حصلش برو. ما حصلش برو يعني ما زال R3 greater than or equal 10. greater than or equal 10. greater than or equal 10 معناها do the for body again. فهو do it again branch إلى label 140. label 140 بيقول له ايه؟
زود ال x بمقدار ال i، فهو بي add with sign يعني set flags أيضا بي add r3 اللي هي ال i على r1 اللي هي ال x، والنتيجة حطها في x. و increment the counter by one. سيبك من اللي موجود هنا ده، اللي موجود هنا ده بعد السيمي كولون فما لوش أي قيمة في ال instruction. ده عبارة زي comment. هو بس في التايبينج دخل غلط، لكن هنا الانستركشن ينتهي ان هو بي اد 1 الى ار 3 الى الكاونتر ويحط ابديت الكاونتر جديد، وبعدين يرجع يعمل الكومباريزون مع 10 يشوف الكاونتر بتاعه وصل لل 10 ولا لا ويكونتينيو. لو ما فيش برانش يعني الكونديشن ده ما تحققش برانش اون كاري كلير، فمعناها لو هيطلع من اللوب دي لو الكاري از سيت. كاري از سيت، كاري از سيت معناها حصل برو، حصل برو يعني ال10 دي اكبر من الكاونتر بتاعي او تساوي، يبقى هي اكزيت اللوب. فدي الفور ستيتمنت. في الفور ستيتمنت زي ما احنا لاحظنا هنا بيتم التست على الكاونتر في الاول، هو هنا صح جت في الاخر، التو ستيتمنتس دول جم بعد البادي بتاع الفور، ولكن في الاول خالص بقوله برانش تو تيست، برانش الى تيست بلوك هنا، فهو اصلا مش هينفذ دي الا لو التيست بلوك ده نوت ترو، فهيرجعه تاني برانش الى هنا. الدو وايل، الدو وايل معناها ان انت بتنفذ بلوك معين وفي الاخر بتعمل تيست على كونديشن معين هل اكرر ولا لا. فهو هنا الدو بيقاد على اكس 2 2 بيزودها على الاكس بالاد انستراكشن ده، وبعدين بعد ما ينفذها once بيعمل comparison x مع 20، ده رقم immediate value 20، فبي compare x مع 20 بيطرح 20 من x. لو حصل برو يعني معناها ال 20 بقت اكتر يبقى مش هيرجع تاني، لكن لو no برو يعني الكاري is clear هيرجع تاني. The carry is clear يرجع ينفذ الـ addition again. اتغيرت الـ value يرجع يcompare الـ value الجديدة مع 20، فهيكرر الـ loop دي لغاية أما الـ x تصبح 20. ده flow chart للـ y. flow chart برضو بتوضح لك مين هيتنفذ، يعني الكلام اللي هنا ده هيتنفذ هنا ازاي. هنا تعليق على اللي بيحصل، لو افترضنا ان الـ ان الانستراكشنز دي كانت ستورد في الادرسز دول، فبالتالي انا لما بقول له branch on clear on carry clear branch on carry clear للليبل ده، الليبل ده اللي هو الانستراكشن ده الادرس بتاع الانستراكشن ده اللي هو هيكرر عمليه الاديشن، انا بعمل اديشن واكررها، فبرانش الى الليبل ده فهيبرانش الى الادرس ده اللي هو الاديشن. الادرس ده قيمته كام؟ 7a هكسا ديسم. فبالتالي الليبل ده بتاع
ترجمته في الواقع لما يتحمل في الميموري هيكون الادرس 7A، هيكون الادرس 7A. طيب حد يقدر يقول لنا الادرس اللي هو 7A ده هيتخزن في البرانش اون كلير ازاي؟ برانش اون كالي كلير، حد يقدر يفسر لنا الادرس ده هتتم ترجمته ازاي؟ احنا بنسترجع دلوقتي معلومات خدناها قبل كده في شرح الانستركشن سيت بتاعت الار. حد يقدر يقول لنا الليبل ده هياخد الفاليو دي ازاي؟ ايه اللي هيتحط هنا؟ هنا ده ماشين انستركشن، ماشين انستركشن ده بيبقى فيه الاوبكود ومعاه اوبراند. هنا الاوبراند ده بيمثل الادرس اللي هيعمل له برانش. شكل الادرس اللي هيتحط هنا ازاي؟ هو مفروض انه هيبرانش الى الادرس ده. الادرس ده 32 بيتس زي ما انت شايف كده. حد بيفكر ولا ما حدش بيفكر؟ حد هيوصل لحاجة؟ حد يقول اه عارف، حد يقول مش عارف، مش هوصل. لا مش عارف، مش عارف. احنا كنا اتفقنا ان الادرسز طالما انها 32 بيتس، يعني هو when you refer to an address في الار المفروض الادرس ده يكون 32 بيتس، لكن الانستركشن خصوصا الثم انستركشن اللي هو 16 بيتس ما عندوش فيلد كافي انه هو يتحمل 32 بيت ادرس. فبالتالي ايه اللي بيحصل؟ بنستخدم الريلاتيف ادريسنج، فبنستخدم بي سي ريلاتيف، بي سي ريلاتيف. فهو الانستركشن ده متخزن في 7E، تمام؟ فال 7E عشان اوصل بها لل 7A مفروض اطرح منها كام؟ فراح اطرح منها 4 اللي هو اللينث بتاع الانستركشن ده واللينث بتاع الانستركشن ده. فهنا الادرس ده بطرح مش اللينث بتاع الانستركشن ده واللينث بتاع الانستركشن ده عشان اوصل الى بدايه الانستركشن ده. فبالتالي الريلاتيف value relative address اللي هيتحط هنا PC relative address ما يكون مفروض يكون minus 4. فبيطرح من البروجرام كاونتر 4، فلما بيطرح من البروجرام كاونتر 4 بيرجع الى الانستركشن الى الادرس ده فينفذ اللوب مره ثانيه ويرجع يتست، وبعدين يقول ارجع 4 steps للخلف. لو الكونديشن ده لم يتحقق خلاص بروسيد اهيد. فهو الفاليو بتاعت اللي هيبرانش اليها دي الفاليو هو الادرس ده، لكن في الواقع هو بيستخدم البي سي ريلاتيف ادريسنج. دي كانت الدو وايل، دي هي الوايل. الفرق ما بين الاثنين يعني هنا تشوف الدو وايل يعني هو بينفذ وبعدين يعمل التست ويكرر، فهو هينفذ على الاقل مره. لكن الوايل بيتست الكونديشن في الاول خالص، فهو في الوايل هنا بيعمل الكومباريزون والبرانش اون كلير في الاول،
وبعدين يا إما يخرج يا إما ينفذ البادي بتاع الوايل ستيتمنت. فهو هنا التست يجي في الأول at least once في الأول خالص كده، وبعدين يعني يقدر ينفذ محتويات الوايل لوب. فهو في الأول خالص إن هو branch إلى label 132 label 132 اللي هو عملية الكمباريزون التست، ويرجع كده ينفذ يا إما هيطلع مرة. ففي هنا عندنا الادرس بتاع 132 اهو، الادرس بتاع 132 اللي هو ده اللي هو 84، ده بيعمل ريفرنس لادرس 84. ازاي بيتكون ده؟ بيتكون بي سي ريليتيف. الادرس 130 اللي هو بيعمل لوب باك كده ادرس 82، ده 84 وده 82. دي اخر حاجة كنا عايزين نقولها عن الـ C وعلاقتها بالاسامبلي. وهنبتدي في موضوع جديد اللي هو الانتربتس، وقلنا ان موضوع الانتربتس ده ناخد بالنا منه كويس قوي لان هو ده اساس في عمل الامبيدد سيستمز. حد عنده أسئلة في اللي اتقال؟ موضوع في منتهى الأهمية في دراسة الـ Embedded Systems اللي هو الـ Interrupts. إيه اللي هنتناوله في موضوع الـ Interrupts؟ حاجات كتير هتاخد مننا بقية النهاردة والأسبوع اللي جاي إن شاء الله، ويمكن تمتد حاجة كده صغيرة بعدين. هنتعرف على الـ Terminology في الأول خالص. Terminology. ايه المقصود بالانتربتس؟ واحيانا تستخدم كلمة exceptions. exceptions في بعض الحالات وانتربتس في حالات تانية. فنتعرف على الترمينولوجي في الاول ونعرف ايه الاهمية بتاعت الانتربتس especially في حالة real-time I/O synchronization. الـ I/O synchronization يعني الـ I/O peripherals بتشتغل بحسب سرعتها وحسب الأحداث اللي بتحصل عندها، لكن الـ CPU ليها clock منتظمة وليها program بيتنفذ و execution مستمر، فدول شغالين بريت ودول شغالين بريت تاني، ده بيحصل فيهم أحداث شغال على طول، ودول وقت ما يحصل يحصل في البريفيرالز. فازاي اعمل السينكرونايزيشن ما بين الطرفين اللي بيشتغلوا المفروض مع بعض، يعني السي بي يو المفروض تشتغل مع البريفيرالز كلها. فازاي دول شغالين برتم وده شغال برتم مختلف، ازاي التو سبيدز اشغلهم مع بعض. ففي طرق متعارف عليها اللي هي delay loops. السي بي يو طبعا شغاله بسرعه اعلى فبعطلها بديلي لوب، لو هي ما عندهاش حاجه تشتغلها تعمل delay. في طريقه البولينج اللي هي السي بي يو تسال على الكونديشن حصل ولا ما حصلش، ولو حصل نفذ، ما حصلش خلاص انت في حالك استمر في البولينج. او الطريقه الاخرى اللي هي الانتربتس اللي هي موضوعنا، ودي الطريقة المتبعة في الـ Embedded System.
في صوت جاي متكرر كده، في فلو اللي عنده صوت ده يعمل ميوت للميكروفون بتاعه. ده in general. نبتدي نتعرف بقى على الموضوع ده especially في المايكرو كنترولر بتاعنا. السي بي يو بتاعتنا كورتكس ام 0 بلس، نعرف ايه الانتربتس الممكنه معاها. الكور ده وكل الكورتكس ام بروسيسورز اتفق على ان يعمل انتجريشن لما يسمى النستد فيكتور انتربت كنترولر NVIC. ده اصبح جزء من الكور اللي هو ايه، منظم الانتربت ميكانيزم، المشرف على الانتربت ميكانيزم اصبح انتجريتد مع السي بي يو، وهو اللي كأنه مدير اعمال السي بي يو. السي بي يو هي المدير او المنفذ الاساسي، هي الكور ومعاها مدير اعمال. مدير اعمال ده او سكرتاريا هي الانترفيس بينه وبين الكلاينتس. الكلاينتس بيقدموا طلباتهم، فالطلبات دي بترد الى الانفيك، والانفيك يرتبهم ينظمهم يعرضهم على السي بي يو بالسياسه التي تم الاتفاق عليها. وهنشوف السياسات دي ازاي. الانتربت انيبل او ديسيبل، انيبل وديسيبل. الانتربت دي احدث قلنا من الخارج، بتدي سيجنال للسي بي يو، السي بي يو بتدي رد فعل للانتربت ده. فالسي بي يو من البدايه تقدر تقول I will accept interrupts. يعني ايه؟ يعني لو حصل ايفنت عندك وديتني انتربت انا هتجاوب وهديك السيرفيس المطلوبه. لكن في احيانا لا، السي بي يو تقول انا في الفتره دي في اللحظات دي I will not accept interrupts، فتعمل disable للانتربتس. disable interrupts معناها ان لو حصل انتربت من البريفيرال السي بي يو هتستمر في العمل بتاعها ولن تتجاوب ولن تقدم السيرفيس المطلوبه من الانتربتنج ديفايس. ممكن بعد ما السي بي يو كانت مشغوله مثلا في كريتيكال تاسك، بعد ما تنفذ الكريتيكال تاسك ده تعمل ري انيبل للانتربتس من جديد. ف وقت ما تعمل ري انيبل للانتربتس، الانفيك كان عنده خبر ان البريفيرال الفلاني ده عمل انتربت فخزن المعلومه دي، فالانتربت ده اصبح pending انتربت. pending انتربت يعني طلب السيرفيس بس لسه ما خدش السيرفيس. وقت ما السي بي يو تعمل ري انيبل للانتربت من جديد، الانفيك will tell the CPU that there is an interrupt pending. فالCPU تقدم له السيرفيس لكن بعد ما تخلص الكريتيكال تاسك اللي كانت شغالة فيه. فده possibility أو يعني إمكانية من إمكانيات CPU إنها تقدر enable الانتربتس، تسمح بالانتربتس وتعمل لها سيرفيسز. وممكن لا تقول لا أنا مش هعمل interrupts. ايضا الانتربت ده الانتربت انيبل وديسيبل ممكن يتم جلوبالي، يعني السي بي يو ريجكت او اجنور اني انتربت مهما حصل انتربت مش هتسال فيه او من اي سورس يعني، او تقول ايه انا هعمل ديسيبل الانتربت من السورس ده بالذات في الوقت ده. فسيلكتيفلي CPU can disable interrupts، يعني enable some sources و disable other sources of interrupt. في interrupt priorities، interrupt priorities يعني أولويات interrupts.
في كذا سورس ممكن يعمل له انترنت، كذا بريفرال ممكن يعمل له انترنت، وكذا انترنال سورسز من السي بي يو ممكن يعمل له انترنت كذلك. فالسورسز اوف انترنت متعدده، فلازم اديهم اولويات، لان كل واحد بيطلب طلب، ممكن الاثنين يطلبوا طلب مع بعض، ده يطالب حاجه وده طالب حاجه، فمين فيهم ياخد السيرفيس الاول؟ صاحب البرايوريتي الاعلى. مين اللي بيحدد البرايوريتيز؟ في حاجات بيلت ان يعني ما لناش تصرف فيها، وفي حاجات بروجرامبل. بروجرامبل يعني الابلكيشن من الاول خالص، في البدايه خالص، في الستارت اب ممكن، او في اي وقت تحدد البرايوريتيز للسورسز المختلفه للانترفيس. ده ياخد برايوريتي عاليه، ده ياخد برايوريتي اقل، ده اقل، وهكذا. صاحب البرايوريتي الاعلى هو دايما اللي بيحصل على السيرفيس قبل الاخرين، والاخرين يستنوا لما صاحب البرايوريتي العاليه يخلص. بالترتيب يعني كل واحد وليه برايوريتي ياخد دوره حسب اهميته، حسب اولويته، حسب البرايوريتي بتاعته. ازاي ده بيتم؟ يعني هنا كله احنا بنتكلم هنا على اصول العمل، ايه الـ 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 الحاجات اللي هي الـ الـ سياسه العمل هتتم ازاي. لكن ازاي بقى بتتم عمليه السيرفيس للريكوستنج بريفرال؟ في بريفرال معين، طلب سيرفيس معين، ازاي السيكونس اللي بيتم عشان ننجز السي بي يو، تنجز المطلوب، ازاي تقدم السيرفيس للانتربتنج بريفرال. السيرفيس دي معناها ايه؟ معناها روح نفذ فانكشن معينه، الفانكشن المعينه دي بتؤدي المطلوب للبريفرال. فازاي السي بي يو تروح تنفذ الفانكشن دي، وازاي تو ريتيرن من الفانكشن دي، يعني تؤدي له سيرفيس وخلاص انتهينا من الانترب ده، ازاي نرجع تاني نكمل شغلنا. ف how to service an interrupt، how to return from an interrupt، وهنشوف عليها اكزامبل. البورت موديول، بورت موديول 1 جي بي اي او موديول، how to use the interrupts للتعامل مع البورت ده. احنا شفنا في بداية ما شفنا الجي بي اي او، شفنا اكزامبل ان في عندنا سويتش عايزين نعمل تشيك على الستيت بتاعت السويتش دي اون ولا اوف، وبناء عليه ننور ليد احمر او ننور ليد ازرق. فكنا بنعمل continuous check على السويتش status ونشوف هل هو pressed ولا not pressed، ون update LEDs. الكلام ده هو طريقة البولينج. طريقة البولينج يعني ايه؟ يعني ال CPU keeps testing ال status بتاعت السويتش، عندها الشغل اللي انها تعمل تيست للستيتس بتاعت السويتش. انبوت البيت المقابله للسويتش، وشوف هل هي 1 ولا 0، وبناء عليها ابديت الليدز. فالسي بي يو تايم از كونسيومد توتالي في تيستينج او بولينج الستيتس بتاعت السويتش. احنا هنا هننقلها الى استخدام الانتربتس، يعني نفس الاكزامبل ده هننفذه ولكن باستخدام الانتربتس، وهنشوف ايه الجين اللي حصلنا عليه ان احنا استخدمنا الانتربتس بدلا من البولينج. اخر توبيك في الموضوع، شيرينج داتا سيفلي بتوين interrupt service routines، يعني الفانكشنز اللي بتعمل سيرفيس
لل interrupts وما بين other threads. يعني الكود اللي هو شغال normally، الكود اللي شغاله normally ولو حصل عليها interrupts في data shared ما بين الthreads والinterrupt service routines، الداتا دي ازاي اضمن انها تكون في حالة سليمة وان المجموعة دي مع بعض تتفاهم مع بعضها بحيث انها ازاي تعمل شيرينج للداتا دي. دي التوبكس بتاعتنا في موضوع الانتربس، زي ما تشوفين هي التوبكس كتيرة متنوعة، فهتاخد مننا الاسبوع ده والاسبوع اللي جاي. هنا تحديد الترمينولوجي التي سيتم استخدامها. ايه الانتربتس وايه الاكسبشن؟ تمام، الانتربتس والاكسبشنز يعني استخدامها بيختلف من تلاقيها استخدام مختلف في المانيولز او الريفرنسز للبروسيسورز المختلفه. يعني التحديد الدقيق ما بين الانتربت والاكسبشن بين البروسيسورز المختلفه ما فيش تحديد دقيق واضح. يعني لكن احنا لو اتكلمنا عن الارم literature، فالارم الترم اكسبشن ده is very general، the term exception is general، احيانا يستخدم لما هو يحصل داخل السي بي يو، اي exceptional condition داخل السي بي يو، وأيضا أحيانا وليس كثيرا ما يستخدم في exceptions تحصل خارج الـ CPU. الـ exceptions اللي تحصل خارج الـ CPU بيستخدم لها term interrupts. تمام، هو ممكن في الـ ARM literature تستخدم برضو كلمة exception، لكن عادة كلمة interrupt هي المستخدمة ل to reference an exception that is external to the CPU. يعني حصل من condition في peripheral module وليس في CPU ذاته، لأن داخل CPU ممكن يحصل أحداث exceptions، ولكن ال exceptions دي ممكن تحصل في modules. فإذا كانت الاكسبشن ده حصل في موديول external to the CPU we normally use the word interrupt، داخل CPU we use the term exception. أحيانا تجد في البروسيسورز الآخرين، يعني هنا في السيريز بتاعت انتل سيريز X86 بيستخدم ترمينولوجي تختلف عن الأحيان اللي بيستخدموها في الموتورولا HC12 غير الR. فالانتربت نعمل حسابنا انها exceptional condition حاصل ولكن في external module external من CPU خارج CPU. exception هنا كلمة general، لكن في الاغلب لو استخدمت بتستخدم على condition حاصل داخل CPU.
فالاكسبشن ممكن يحصل من انستراكشن انا بنفذه, وممكن يحصل داخل السي بي يو من اكسبشنال كونديشن. فهنا لو caused by a specific instruction, specific instruction زي supervisor call. Supervisor call يعني الثريد عمل call ل service من ال kernel أو من ال operating system, عمل call عن طريق supervisor call instruction وبيحدد ايه السيرفيس اللي هو طالبها, بيحدد الكود بتاع السيرفيس اللي هو طالبها. فده اكسبشن ولكنه جنريتد باي ذا بروجرام. البروجرام ذاته طلب سيرفيس من الكيرنل. معناها ايه؟ معناها كانه بيقول اكسكيوت ليا, اكسكيوت الجزء ده من الاوبريتنج سيستم اللي هو بينفذ السيرفيس المعينة دي اللي أنا طالبه. فده بالضبط زي أي انترب حاصل. الانترب الحاصل أو الاكسبشن الحاصل بدأ ما ينفذ الانستركشنز ورا بعض, لا ده عمل كول لسيرفيس من الاوبريتنج سيستم, كأن حصل انترب عليه راح عمل الانترب سيرفيس روتين, ولما يخلص هيرجع تاني يكمل سيكوينشالي زي ما كان ماشي. ولكن هنا دي حاجة البروجرام هو اللي طالبها intentionally, فده generated by the program. بيسموه software interrupt, بيسموه trap, يعني بتلاقي الكلام ده برضو مستخدم في ال interrupt literature مختلف من processor للآخر. ففي supervisor call أحيانا بتسمى software interrupt, software interrupt أو supervisor call برضو. ده instruction بيطلب service معينة, تمام, بينفذ function معينة associated مع instruction كود. الكود ده بيحدد ايه سيرفيس المطلوبه فبيتم تنفيذها ثم يعود الى السيكونس سيكوينشال اكزكيوشن. الانتل بروسيسورز عندها انستراكشن اسمه اي ان تي انتربت. انتربت ومعاه كود برضو. الكود ده بيقول له اعمل ايه, بيعمل كول لفانكشن محدده. كل كود بيعمل كل فانكشن محدده. التراب في الاتش سي 12 التراب انستراكشن, وبرضه في السوفت وير انستراكشن مع الاتش سي 12 سوفت وير انتر. سوفت وير انتر فده باي انستراكشن, a call intentionally by an instruction. في exceptions ممكن تحصل داخل الـ CPU ولكن مش بـ instruction, بـ condition حصل داخل الـ CPU, حصلت حاجة غلط لازم ناخد بالنا منها. حاجات غلط زي ايه؟ undefined instruction. ازاي ممكن يحصل undefined instruction؟ يعني السي بي يو بتقرا كود, الكود ده بتحاول تعمل له انتربريتيشن, مفيش اي انستراكشن بالتركيبه دي. ده ممكن يحصل لو حصل ميس الاينمنت في الريدنج من الميموري. ميس الاينمنت فبيقرا حاجه مش على الباوندري بتاعت الانستراكشن, فبيقرا حاجه من نص الانستراكشن, بيحاول يفسرها على انها الاوب كود بس بتطلع حاجه مش عنده, مش عارف ايه الاوب كود ده. ف
فده كونديشن يحصل ده حاجة غلط حصلت نتصرف فيها ازاي، لابد من وجود روتين يقدر يخرجنا من المشكلة دي. فلما تحصل المشكلة دي الاكسبشن ده بيحصل اوتوماتيكالي جنريتد تراب، يعني اوتوماتيكالي جنريتد اكسبشن، روح اعمل حاجة تطلعنا من المأزق ده. حصل مثلا ان هو بس فولت او عمل ديفيجن باي زيرو، ديفيجن باي زيرو في الفلوتينج بوينت او حتى في الديفيجن انستركشن، ديفيجن باي زيرو، فالنتيجه ملهاش تمثيل وبالتالي لازم يعمل يعمل فانكشن تتصرف في الغلط اللي حصل ده. واحد بيعمل ريدنج او رايتنج لموديول، الموديول ده لسه ما وصلوش الكلوك، احنا اتفقنا ان اي موديول من الموديولز بيبقى مش متوصل له الكلوك الا لما انا في البداية اقول له وصل الكلوك للموديول ده. فلو بدأت ان انا اتعامل مع الموديول ده ولسه الكلوك ما وصلتلوش بيحصل اكسبشن. فالخلاصة ان احنا عندنا interrupts، هنتفق ان الانترابتس دي هي exceptional conditions، او حتى مش لازم يكون exceptional، يعني condition حصل، event حصلت في ال IO module، ال peripheral module، ال CPU لازم تاخد خبر بيها وتتصرف في المقابل. كلمة exception لوحدها كده عادة بتستخدم في ما هو داخل ال CPU. ما هو داخل ال CPU إما يكون عن طريق software instruction محدد، أو حاجة حصلت condition حصل يعني خارج إرادتنا ولازم ناخد خبر به ونتصرف معه. تكلمنا خالص في الأول إن وظيفة الانتربت إنها إزاي تعمل synchronization ما بين two entities، two entities دول شغالين ب two different rates، CPU شغالة بريت سرعة، IO module شغال بسرعة، ممكن حتى مش شغال على طول بسرعة، يعني الأحداث بتتم فيها حاجات asynchronous تماما، يعني بيحصل في أي وقت ملوش توقيت غير منضبط بالكلوك. فازاي نشغل السي بي يو اللي هي منضبطه بالكلوك وانستراكشنز تتنفذ واحد ورا الثاني وبسرعه محدده، وبين واحد شغال بحسب اللي بيحصل عنده في اي وقت. فعمليه السينكرونايزيشن دي قلنا انها بتتم بواحد من الثلاث طرق دي، مش ثلاث طرق دي فعلا، ان احنا عرضنا واحد اثنين ثلاثة، التالتة دي هنتكلم عليها دلوقتي. فاول طريقة اللي هي السوفتوير سينكرونايزيشن اللي هي الديلي لوبس، بضيع وقت السي بي يو لغايه ما الايفنت اتاكد انها حصلت وبالتالي اتعامل معاها. يا اما عمليه البولينج ان انا بتست حصول الايفنت دي، كل شويه بعمل تيست عليها لغايه ما تحصل، نفذ المطلوب وخلاص. فده توتالي سوفت وير سينكرونايزيشن. الانتربتس بيبقى ميكس من السوفتوير والهاردوير. ان الاي او ديفايس ريزس ا فلاج، والفلاج ده لو السي بي يو بتقبل منه الانتربت ات ويل كوز ان انتربت، او ممكن السي بي يو تعمل ديسيبل للفلاج ده او ماسكينج للفلاج ده. فالحاله دي الانتربت في الحاله دي بيبقى ماسك، ما بتح يعني الـ CPU لا تتجاوب معه.
فممكن يتم عن طريق الانترابتس، وده بيبقى تعاون ما بين السوفت وير والهارد وير، لان الهارد وير في ديفايس بيريز فلاج، الفلاج ده كان بي جيتد تو ذا سي بي يو اور ماسكد فروم ذا سي بي يو، فكل ده هارد وير. والسوفت وير بقى ان هو لما يصل الفلاج ده الى السي بي يو، السي بي يو تروح تنفذ الانترب سيرفيس روتين. البولينج ممكن يتم continuously، يعني السي بي يو تفضل ما عندها شغلانه الا بول الايفنت دي، حدوث الايفنت دي. ممكن يتم periodically، يعني كل period معينه تروح تعمل سؤال على الفلاج ده. فده بيتم بال ممكن بتايمرز، يعني البولينج اللي هو البريوديك بولينج ممكن يتم بتايمرز. التايمر دي تعمل انتربت كل وقت محدد، فمع مرور مع انقضاء الوقت المحدد ده السي بي يو بتروح تسال هل الفلاج ده موجود ولا لا. موجود نفذ المطلوب، مش موجود خلاص ارجع اشتغل في شغلك لغايه ما يجي الانتربت بتاع اللحظه اللي جايه، ولما يجي روح اسال من جديد. عملية الـ I/O كذلك ممكن تتم totally by hardware. totally by hardware. إزاي بيتم totally by hardware؟ إن الـ external device لما يحصل عنده data عايز ينقلها للـ application، فبينقلها للـ application لو هي مجموعة من الـ من البايس متعددة، ممكن ينقلها إلى الميموري بحيث إن السي بي يو ترجع تلاقيها جاهزة في الميموري. يعني مش بالضرورة إن السي بي يو بروجرام يتنفذ عشان يقرأ الديتا مثلا أو يبعت الديتا للديفايس سواء إنبوت أو أوت، ممكن الديفايس يتصرف بنفسه. يتصرف بنفسه إزاي؟ إن هو يتبادل الديتا بتاعته مع الميموري دايركتلي، فده عشان كده بيسموه دايركت ميموري اكسس، ان الديفايس بيأكسس الميموري دون تدخل السي بي يو. يعني هو بس بياخد الاذن، بياخد الاذن في الاول، فالسي بي يو تدي الاذن للديفايس ده انه يبعت الديتا بتاعته او ياخد الديتا بتاعته من الاريا المخصصه ليه دي في الميموري. فلما الديفايس يكون جاهز بالديتا بتاعته دايركتلي، هو بيستخدم الادرس باص بتاع الميموري والديتا باص بتاع الميموري والكنترول سيجنالز انه يتبادل الديتا بتاعته مع الميموري، ويأكنولج او يعني يسيجنال السي بي يو ان عمليه الاي او تمت. يعني هو بينفذها بنفسه by hardware، انه بياخد الكنترول بتاع الكنترول على الباسز ويبعت الداتا بتاعته، يتبادل الداتا مع الميموري. لكن ال عمليه الدايركت ميموري اكسس بتبقى ديزاين بحيث انها ما تعطلش السي بي يو عن شغله. يعني السي بي يو بتستخدم برضو الداتا والادرس والكنترول باسز مع الميموري to execute the program. فاللي بيحصل انه الاثنين السي بي يو والموديول بيعملوا شيرنج للباصص دي، عمليه الشيرنج with supremacy للسي بي يو. يعني الاي او ديفايس يستخدم الباصص دي كانه ملتيبلكسنج مع السي بي يو، لكن الاولويه طبعا للسي بي يو، والثاني ياخد سايكلز يبعت فيها الداتا مع الميموري، ولما يخلص يعمل سيجنالينج للميموري ان عمليه الاي او تمت والداتا موجوده في الميموري او خدناها خلاص من الميموري.
يبقى الكلام ده تم totally by hardware. software ما تدخلش، software هنا ما تدخلش هنا في الحالة دي. والحالة دي الـ IO transfer بيتم by program، يعني في كود هو اللي بيعمل reading للـ input data أو بيعمل writing للـ output data، سواء ده كان initiated by CPU itself or initiated by an interrupt. الانتربت ينفذ سيرفيس روتين، السيرفيس روتين ده يتعامل مع الاي او انه يتبادل مع الديتا. ده بسرعه كده توضيح للديلي لوبس اللي هو سينكرونايزيشن باي سوفت وير اونلي. ادي الديلي لوب. الديلي لوب معناه ايه؟ عطل السي بي يو شويه وقت محدد تضمن فيه ان الايفنت بتاعت الديتا ترانسفير جاهزة. فهو بيحط هنا count counter، فهو عنده counter ويفضل يديكريمنت الكاونتر ده لغاية ما الكاونتر ده يصل الى صفر، معناها عداد كأنها stopwatch ظبطها على زمن معين، ولما الstopwatch دي expired تعمل الارم. الالارم ده يعني اخرج من الديلي لوب. اما تخرج من الديلي لوب معناها مر زمن، انا متاكد ان الزمن ده كافي ان الاي او ديفايس بقى ريدي معايا، يعني اقدر اديله داتا جديده او اخد منه الداتا اللي جاهزها. فانا السي بي يو بتعطل نفسها من الديلي لوب بحيث ان الديفايس يكون جاهز بالمطلوب. عملية البولينج في طريقة تانية اللي بتتم totally by software. في عملية البولينج في الانبوت وفي عملية البولينج في الاوتبوت، يعني الاثنين دول for output operations. ده for input operation. For input operation you test هل الداتا ريدي ولا لا، الداتا اللي هي مع الموديول جايه من الموديول ده ريدي ولا لا. فهو الموديول لما يجهز الداتا بيقول الداتا از ريدي، فبيريز الفلاج الريدي فلاج، فهو سي بي يو بتست الريدي فلاج. فدي الفانكشن بتاعت الانبوت تست الريدي فلاج بتاع الداتا. if not ready keep testing، once it is ready okay read the data will return. فدي ال input function. ال output function بتقول ايه؟ عايزين نطلع data للموديول، فتست هل الموديول ready، هل الموديول ready يستقبل data. لو no استنى، once the module is ready output data للموديول، output data will return. دي ايضا طريقة للpolling في عملية الoutput. هنا once I call the output function the data is out to the module. طب ازاي the data is out to the module؟ مش لازم الاول اتست هل هو ready انه يستقبل الداتا دي ولا لا. اللي بيحصل هنا ان once بيبعت الداتا للموديول بيفضل يسأله خلاص تمت العملية، خلاص استقبلت الداتا we are ready again. اول ما يقول ان هو ready خلاص return. فتاني مرة لما يحب ان CPU تطلع للموديول ده حاجة اكيد هيكون ready، لان هو اعلن ان هو ready بعد ما اخد اخر داتا. طريقة الديلي لوبس تعطيل السي بي يو، تضييع وقت السي بي يو، او البولينج برضو البولينج فيها تضييع لوقت السي بي يو، لانها once started the IO operation الفانكشن اي فانكشن من دول it gets stuck في اللوب بتاعت الريدي دي
لغاية ما الموديول يبقى ريدي. فده تعطيل للسي بي يو اللي بيشتغل بسرعات عالية مع الاي او اللي بيشتغل بسرعات واطية. وممكن لو في مشكلة في الموديول ده انه it will not get ready at any time. في الحالة دي الديلي مش الديلي لوب البولينج لوب دي will cause the system to hang. خلاص السيستم هيتوقف لان حصل مشكلة في الاي او. المشكلة دي معناها انه it will not get ready وبالتالي السي بي يو will not go out of this loop. تستبدل العمليتين دول هم فيم تضييع وقت السي بي يو بالانتربتس. الانتربتس دي معناها ايه؟ يعني سيب الاي او في حاله ولما يبقى عنده طلبية يبعت لنا فلاج بالطلبية دي. لما يبعت لنا الفلاج بتاعه هنحس بيه وقت ما يحصل وبالتالي نديله سيرفيس المطلوب. فالسي بي يو is not tied to the speed of the IO modules. لا. Once الموديول ده عنده حاجة عايز يقولها يبعت السيجنال دي السي بي يو تقول له عايز ايه تنفذ اللي هو عايزه وبعدين ترجع to continue الشغل الأساسي بتاعه. وبالتالي ممكن different modules are assigned different interrupt requests وال CPU تسيطر وتهيمن على المجموعة دي كلها. كل واحد بيطلب الطلب بتاعه في الوقت اللي هو عايزه هنديله السيرفيس اللي هو عايزه ولكن بالسياسة التي تضعها السي بي يو. السياسة دي هديكوا أولويات مين صاحب الأولوية مين هياخد السيرفيس قبل التاني وممكن أسمح لكم وممكن أمنع. فالسياسة بتاعت السي بي يو هي اللي تتنفذ والآي أو موديولز دول كلهم بيعملوا تحت إمرة الـ CPU ولكن من خلال الوسيط اللي احنا هنشوفه دلوقتي اللي هو الـ NVIC. الـ NVIC اللي هو بينظم سياسة الـ Interrupts. خلصنا من الطرق البدائية للسيرفيس للـ IO Module. How to interface with the IO Modules logically, how to interface with them عن طريق الديلي لوبس او عن طريق البولينج. وهنشوف السي بي يو ازاي تشتغل معاهم من خلال الانتربتس. السي بي يو شغاله يعني لو افترضنا ان ده هو التايم. التايم ماشي كده افترضنا ان التايم ماشي كده ده تي تايم ماشي كده فالسي بي يو بتنفذ البروجرام ده. السي بي يو ماشي في البروجرام ده سيكوينشالي ماشي فيه. اللحظه دي حصل انتربت. حصل انتربت يعني اوتسايد ايفنت حصلت مطلوب أداء خدمة معينة. فالسي بي يو بتترك البروجرام اللي هي شغالة فيه ده في اللحظة دي لحظة حصول الانتر. بس بشرط إن السي بي يو كانت بتقبل الانتر يعني عاملة انيبل للانتر. فهينتقل الاكسكيوشن من الشغل الاساسي بتاع السي بي يو اللي هم مسمينه هنا الباك جراوند كود
هينتقل للانترب سيرفيس روتين اللي هي بيسموها الفور جراوند كود. الفور جراوند هينفذ الفانكشن دي. الفانكشن دي ده مع التايمر، تايم ماشي كده، فالفانكشن دي هتستغرق التايم ده. بعد ما الفانكشن دي تنتهي هيرجع تاني يكمل، يرجع تاني يكمل في المين كود بتاعه، في الباك جراوند كود بتاعه. فهو بينتقل وقت ما يحصل الانترب، ينتقل الى تنفيذ الانترب سيرفيس روتين يخلصه، وبعدين يرجع تاني الى المين كود. طب ايه اللي هنا ده؟ اللي هنا ده هو عملية تنظيمية للانتقال من الباك جراوند الى الفور جراوند، من الكود اللي شغال حاليا الى الانترب سيرفيس روتين، الفانكشن اللي هتعمل سيرفيس للانترب ده. لما ينتقل من هنا لهنا لازم لما يخلص يرجع تاني للنقطة دي، وهيرجع تاني للنقطة دي يبقى لازم عنده اللينك اللي توصله للادرس ده. يبقى هنا لازم it has to save الادرس اللي كانت فيه عشان ترجع لنفس النقطة من جديد. دي حاجة اقل حاجة ممكن تتعمل، دي اقل حاجة، ان الريتيرن ادرس should be saved. فلازم عمليات تنظيمية اهي to save the return address. مش بس كده، اصلا الكود اللي شغال هنا شغال على CPU، يعني شغال على الريجسترز داخل CPU، والكود اللي بيشتغل في الانترب سيرفيس روتين شغال برضو على الريجسترز. فالريجسترز الفاليوز بتاعتها هنا هتتغير. وما يعمل ريتيرن، لما يعمل ريتيرن لازم يرجعها تاني، يعني لازم الفاليوز بتاعت الريجسترز بتاعت السي بي يو ترجع مره تانية عشان الكود ده يكمل بطريقه صحيحه، مش فجأة كده من غير ما ادري حد تاني اشتغل على السي بي يو، ولما ارجع انا على اشتغل على السي بي يو الاقي اوضاع مختلفه خالص، فاليوز مختلفه في الريجسترز. لا، مفروض ان once I call an interrupt service routine, I go to service the interrupt service routine, I have to save the return address. ولما يعمل return لازم يعمل resume للregisters بتاعت CPU من جديد عشان يرجع الحالة الأصلية للباكجراوند، وبعدين يreturn السيفد address في البروجرام كاونتر عشان يستعيد العمل في نفس النقطة اللي كان فيها. فده اللي بيحصل مع أي interrupt. ازاي ينتقل من المين كود اللي هو الباك جراوند الثريد اللي شغال اساسا الى الانترب سيرفيس روتين، وازاي لازم في سيكونس لازم يتعمل. السيكونس ده بيتم تلقائي، مش البروجرام بتاعك اللي بيعمله، مش الكود بتاعك اللي بيعمله، لا، الكلام ده بيتم باي هارد وايرد، الكلام ده بيتم تلقائي، مش انت الكود اللي بيعمله، يعمل السيفنج ده تلقائي، ولما يرجع برضو الكلام الاصلي تلقائي. ليه تلقائي؟ لان اللي بيحصل ان الانتربت ده حاجه اسينكرونس، حاجه مش المين كود هو اللي عمل كول للكلام ده وعارف هو كان فين وهيكون ايه وايه اللي هيتغير، فلما هيرجع مين. لا، الكلام ده بيحصل في اي وقت، فبالتالي لازم السي بي يو ستيتس كلها يحصل لها سيفنج هنا، وبعدين يحصل لها ريتيرن هنا. هناخد بريك دلوقتي نص ساعه ونرجع الساعه 10 و10 ونبتدي بالبيسك اي او اكزامبل ده، هننفذه ازاي باستخدام الانتربتس بدل ما شفناه باستخدام
البولينج قبل كده. احنا في الاكزامبل اللي كان مع التوبيك بتاع الجي بي اي او استخدمنا البولينج، بول ستيتس بتاعت السويتش وبناء عليه ابديت الليد. احنا هنا هنشوف الكلام ده زي تم بالانتروبتس. بعد نص ساعة نرجع تاني. رجعنا تاني. عايز اتاكد ان انتم معايا، حد يرد عليا انه شايف وسامع. الو، الو، اما فاضل شايف سامع؟ اوكي. احنا اتفقنا ان احنا كلامنا هيكون عن الاكزامبل، يعني هنشوف طبعا انتربت ميكانيزم في الار، نشرح ديتيلز بتاعته وناخد الاكزامبل اللي خدناه قبل كده استخدمنا فيه البولينج في الجي بي اي او، هنحوله إلى interrupts. Basic questions when considering interrupts. لما تيجي تفكر في استخدام الانتربت في الابليكيشن بتاعتك، في مفروض أساسيات لازم تكون واضحة وعارفها عشان تستخدمه efficiently. إيه الإمكانيات اللي موجودة عندك لاستخدام الانتربت؟ دي هحطنا هنا في صورة أسئلة وهنشوف تفاصيلها. لما تيجي تستخدم الانتربتس مع اي بروسيسور، مفروض نعرف which peripherals في المايكرو كنترولر can cause interrupts. يعني مش كل ال peripherals هل كلها تقدر تعمل interrupt للسي بي يو ولا لا؟ هل اصلا السي بي يو بتالاو الانتربتس ولا لا؟ فده السؤال الأولاني. السؤال الثاني، عندنا احنا sources من الانتربتس متعددة، فأي واحد منهم عايز يعمل انتربت ينبغي ان هو يتم تحديده ازاي يتم التعامل مع مجموعة حصل انتربت. طب مين فيهم عامل الانتربت دلوقتي؟ ليه؟ لان كل واحد بيطلب سيرفيس مختلفة، فبالتالي كل واحد لما يحصل منه انتربت هيتنفذ له انتربت سيرفيس روتين خاص بيه. فازاي يتم التوجيه، ازاي يتم التعرف على مين صاحب الانتربت ويتم توجيه السي بي يو لتنفيذ الانتربت سيرفيس روتين الخاص بيه. Which code should the CPU execute to service the identified interrupt? دلوقتي احنا عرفنا ان الانتربت جاي interrupt request number كذا، ده جاي من الموديولز الفلاني من الايفنت الفلانية. طيب ازاي هيتم تنفيذ
او توجيه السي بي يو لتنفيذ الانتربت سيرفيس روتين. انتربت سيرفيس روتين هو عباره عن فانكشن بتتنفذ، فالفانكشن دي ستورد في الميموري، فلما يحصل الانتربت مفروض ان السي بي يو تتوجه الى الميموري في لوكيشن بدايه الفانكشن بتاعت الانتربت سيرفيس روتين وتنفذها. فازاي تحصل على الادرس بتاع الانتربت سيرفيس روتين؟ اما يحصل الانتربت ده عمليه اسينكرونس، السي بي يو شغاله بالكلوك بتنفذ كود محدد، لكن ممكن في اي توقيت يحصل انتربت. فبالتالي لو السي بي يو will execute a different code to service the interrupt service to service the interrupting device، من المفروض ان السي بي يو تعمل سيفنج. هو السي بي يو يعني يحصل تلقائي، يحصل سيفنج للسي بي يو ستاتس، لان الانتربت سيرفيس روتين هيشتغل على نفس السي بي يو، ولما يخلص يحصل استعادة لحالة السي بي يو من جديد. كذلك ينبغي نحن نكون عارفين لو السي بي يو دلوقتي حصل عليها interrupt while it's executing an interrupt service routine، يعني في interrupt حصل فالسي بي يو بتنفذ الانتربت سيرفيس روتين الخاص بي. اثناء تنفيذ الاي اس ار ده انتربت سيرفيس روتين حصل انتربت من انذر سورس، ايه التصرف؟ السي بي يو تعمل ايه؟ هنا ياتي دور البرايوريتيز، البرايوريتيز الخاصه بالانتربت. هل الانتربتنج سورس الجديد ده ليه برايوريتي اعلى من اللي بيشتغل واللي برايوريتي اقل؟ تقدر تستنتج بسرعه كده ان لو ليه برايوريتي اقل خلاص ما يقدرش يعمل انتربت للاي اس ار اللي شغال، لكن لو ليه انتربت اعلى it will preempt الانتربت سيرفيس روتين ويشتغل هو مكانه، ولما يخلص يستعيد الانتربت الاولاني، انتربت سيرفيس روتين الاولاني. السي بي يو تتصرف ازاي لو مالتيبل انتربت حصلوا في نفس الوقت، اكتر من انتربت حصل في نفس الوقت؟ برضو ياتي دور الانتربت برايورتيز. اثنين حصلوا مع بعض بس واحد برايورتي دي اعلى من الثاني، فصاحب البرايورتي الاعلى ياخد السيرفيس الاول، ولما يخلص تنتقل السي بي يو تو سيرفيس اللي هو صاحب اللور برايوريتي. هاو تو شير داتا، لان الانترست ممكن تحصل في اوقات وتغير في داتا مشتركه في الميموري مع الفريدز، فالتغييرات دي هتحصل امتى؟ يعني بتتم بشكل يعني اسينكرونس بالنسبه تشغيل الكود الاساسي الثريدز اللي شغاله، فالتغييرات دي بتتم يعني وفي ناس تانيين شغالين وبيستخدموا نفس الداتا. حصل حاجه نقول ايه من وراهم، يعني حاجه حصلت ما ممكن ما خدوش خبر بيها، فيستخدموا داتا على انها كانت زي ما هي موجوده، ولكن في حد تاني عمل انتربت واشتغل على نفس الداتا دي غير فيها. ف طريقة التغيير وترتيب أولويات التغيير في الداتا المشتركة دي نقطة لازم يتم حسمها ويتعرف بالضبط إيه اللي بيحصل، عشان ما فيش حد يعمل حاجة وآخرين ما خدوش خبر بالتغييرات اللي حصلت فيها. فدي نقاط أساسية لازم يتم التعرف عليها عشان يتم استخدام الانتربت ميكانيزم في البروسيسور بشكل كفء.
نطبق الكلام ده على our processor Cortex M0 Plus. شوفوا الانتربتس بتاعته. قلنا ان الانترب ده it's a type of exception بس بيحصل من peripherals. البريفرنس دي بتعمل الانترفس دي اسينكرونسلي بالنسبه للسي بي يو. ففي الارم 0 بلس اي انترفت بيحصل من بريفرال موديول يبقى اون تشيب. اون تشيب موديول زي التايمر, في كذا تايمر من الانالوج تو ديجيتال كونفرتر, من السيريال كوميونيكيشن موديول, في كذا موديول ممكن يعملوا انترنت. كذلك الانترنت ممكن يحصل على اكسترنال بين من من المايكرو كنترولر. في اكسترنال بين لو حصل عليه ايفنت ليفل او ايدج it can cause interrupt but it has to be enabled first. يعني في الاول يكون السي بي يو عمل configuration للبين ده بحيث انه يشتغل كانتربت سورس, وذاته يشتغل كانتربت سورس. ممكن لا السي بي يو تتركه يشتغل لفانكشن اخرى وليس كانتربت سورس, لكن ده في امكانيه. في امكانيه there is a pin on the chip that can cause an interrupt to the CPU. الانتربت ده بيكون في صوره لوجيكال ايفنت. لوجيكال ايفنت دي حاجه من اربعه, يا اما هاي ليفل يا اما لو ليفل يا اما بوزيتيف ايدج يا اما نيجاتيف ايدج. فهي يا اما ليفل يا اما ايدج. والليفل ده الانتربت يحصل لو كان ب1 يبقى ده الانتربت على الهاي ليفل. الانتربت على اللو ليفل انه لو حصل ان هو نزل لزيرو, او يكون الانتربت على الايدج. بوزيتيف ايدج او نيجاتيف ايدج. احنا بنفصل الحاجات دي ليه؟ لان التعامل مع اي واحدة من دول يختلف. يعني لو كان الانتربت على ليفل, لو الانتربت على ليفل يعني الايفنت حصلت فرفعت الفلاج بقى هاي, فالسي بي يو خدت خبر ان الفلاج ده بقى هاي, هتروح تعمل سيرفيس لل الانتربت ده. لازم وسيله ما ان الفلاج ده ينزل لو, otherwise it will repeat interrupting the CPU. فلازم في حد يكون مسؤول ان هو ينزل الفلاج, سواء كان الليفل الليفل بتاعه هاي, حصل الانترنت مع الهاي ليفل يبقى لازم to reset الفلاج ده once service is done. لو كان الليفل على لو يبقى you have to raise يعني raise it to high in order not to cause excessive interrupts أو successive interrupts. لو كان على الايدج, الايدج بتحصل مره واحده, الايدج حصلت تمام. طيب ازاي السي بي يو تاخد خبر بايدج؟ الايدج دي بتحصل في لحظه وخلاص. تحصل الايدج دي, الايدج دي it has to set an internal flag داخل الموديول تمام. وبالتالي السي بي يو ممكن تاخد خبر بيها. فالايدج بتحصل just in a very short time duration,
لكن you have to keep it, you have to latch it. Latch the edge. بعد latching the edge, you have to reset it once the service is done. ال R processors بتستخدم ما يسمى ال vectored interrupts. Vectored interrupts. Vectored interrupts يعني إيه؟ interrupt موجه, يعني لما يحصل interrupt يتم توجيه CPU لتنفيذ السيرفيس المعينة دي. فبالتالي كل source of interrupt associated معاه interrupt request number IRQ. Interrupt request number to identify every source of possible interrupt. طيب ال interrupt request number ده لابد من ترجمته الى address للميموري محطوط في الادرس ده بداية الـ interrupt service routine, الـ function اللي هتتنفذ وقت ما يحصل الـ interrupt ده. فبالتالي there is an address corresponding to every interrupt request number. الـ address ده بيسموه الـ vector. Address, address بتاع بداية الـ function اللي بيتم تنفيذها, ده بداية الـ interrupt service routine, بيسموه الفيكتور. فوانس الانترابت حصل بيبقى معروف الانترابت ده السورس ده النوع ده من الانترابت ليه نمبر, النمبر ده بيترجم الى ادرس اللي هو الفيكتور. الترجمة دي بتتم ازاي؟ ان هو الارم بروسيسورز كلها عندها بتحجز في الروم, بتحجز في الروم بتاعتها في lowest part of the ROM بتحجز table. table دي فيها الادرسز المختلفة للinterrupt service routines اللي ممكن تحصل. وبالتالي في البداية خالص من ضمن الكود الاساسي بتاع اي application بتستخدم الانتربتس ان يكون التابل دي اتحط فيها الادرسز المختلفة للانتربت سيرفيس روتينز المختلفة اللي ممكن تحصل. بالتالي لما يحصل اي انتربت ليه نمبر, النمبر ده هيوجه السي بي يو الى التابل اللي بيسموها ال الفيكتور تيبل. الفيكتور تيبل دي بالنمبر ده يأكسس التيبل دي ويطلع منها الادرس الخاص بالانترب سيرفيس روتين بتاع الانتربت اللي بيحصل. فده فيكتورد انتربتس. فيكتورد انتربتس يعني كل نوع من الانتربتس ليه نمبر, النمبر ده يتم ترجمته الى ادرس عن طريق الفيكتور تيبل اللي هي متخزنه مسبقا في الروم. نطلع منه الادرس نحطه في البي سي, وبالتالي السي بي يو تنفذ الانترب سيرفيس روتين الخاص بهذا الانترب. طب في حاجه ثانيه غير الفيكتور انترب؟ إذا كان الارم بروسيسور بيستخدم الفيكتورد انتربت, طب إيه في حاجة تانية غير الفيكتورد انتربت؟ في اللي هي إيه؟ اللي هي إن إحنا عندنا الانتربت لما بيحصل ما فيش بقى توجيه لأدرس معين. لو حصل نمرة واحد روح للأدرس الفلاني, لو حصل انتربت ريكوست نمرة اثنين روح للأدرس الفلاني. يعني مش فيكتورد, ما فيش أدرس أسوشيتد مع كل interrupt service routine, ولكن there is a single interrupt service routine. وده بيبقى في الابليكيشنز اللي هي البسيطه او في البروسيسورز اللي بتستخدم
يعني بتستخدم يعني تستخدم في الابلكيشنز الصغيره خالص. بيبقى في انتر سيرفيس روتين واحد بس، لما يحصل انتربت روح نفذ الانتربت سيرفيس روتين. طيب انا عايز اميز مين اللي حصل، مين اللي عمل الانتربت ده، مين صاحب الانتربت. الانتربت سيرفيس روتين ده لما يتنفذ اول ما يبتدي يشتغل يبتدي يعدي على السورسز المختلفه، هو عنده مثلا 3 سورسز اوف انتربت، يروح يعدي عليهم واحد واحد. نمرة واحد صاحب البرايورتي الاعلى يساله انت اللي عملت الانتربت، يقوله لا، ينتقل اللي بعده. نمرة اثنين يقوله انت اللي عملت الانتربت، يقوله لا، فينتقل لنمرة ثلاثة انت اللي عملت الانتربت، يبتدي يعمل له السيرفيس. لكن لو كان نمرة اثنين مثلا هو اللي عمل الانتربت، فهيسأل نمرة واحد الانتربت سيرفيس روتين ده، يسأل نمرة واحد هيقوله مش انا، هينتقل لنمرة اثنين هيقوله انا، فيبتدي ينفذ الانتربت سيرفيس روتين. لو نمرة اثنين ونمرة ثلاثة عملوا الانتربت مع بعض، فالسي بي يو لما تنفذ الانتربت سيرفيس روتين المشترك للثلاثة هتروح الاولاني تقول له انت اللي عملت الانتربت، يقول لا، تنتقل للثاني تقول له انت اللي عملت الانتربت، يقول ينفذ له الانتربت سيرفيس روتين. ومش على كده وخلاص، لا، بعد ما يخلص الانتربت سيرفيس روتين بتاع اثنين ينتقل الى نمرة ثلاثة يقول له انت اللي عملت الانتربت، يقول له فيسأله يقول له فينفذ الانتربت سيرفيس روتين الثالث. فبالتالي هو عنده سنجل انتربت سيرفيس روتين، ولكن السنجل انتربت سيرفيس روتين ده عنده القدرة انه يميز مين اللي عمل الانتربت، انه بيسأل كل واحد منهم على حدة، واول واحد بيسأله بيبقى صاحب البرايورتي الاعلى، بانه لو كان هو اللي عمل الانتربت وغيره عمل انتربت معاه هو اللي هيتسأل الاول، فهو اللي هيرد الاول وياخد السيرفيس الاول. وبعد كده ممكن انتربت سيرفيس روتين يعمل تنفيذ للسيرفيس للي عمل الانتربت خلاص، وما يضطرش يروح يسأل اللي بعده. يعني هو ممكن في سكيم انك تروح تسأل كلهم، يعني حتى لو عملت سيرفيس لواحد بعد ما تخلص اسأل اللي بعده كمان، لكن ممكن خلاص تتوقف عند النقطة دي. لو توقفت عند النقطة دي وعملت الريتير هيحصل ايه؟ هيحصل ان في another interrupt لسه pending في الانتظار، لان الاثنين عملوا interrupt مع بعض، انت لقيت واحد خلصت ورجعت لكن تاني لسه عامل الانتربت. فوقت ما ترجع للمين كود هيحصل انك تحس بيه الانتربت اللي باقي، فتروح تعمل له السيرفيس، تروح تعمل برضو مسح للمجموعة لغاية ما تصل اليه وتلاقيه هو اللي عامل الانتربت وتعمل له السيرفيس المطلوب. فده اول خاصيه من خصائص الانتربتس في الارم بروسيسورز، انها فيكتورد انتربتس. كل انتربت ليه رقم، وكل رقم بيترجم الى ادرس يوجه السي بي يو تروح فين عشان تنفذ الانتربت سيرفيس روتين. كذلك الارم بروسيسورز بتستخدم prioritized انتربت. Prioritized interrupts معناها ايه؟ احنا عندنا كذا سورس، لكن طبقا للابليكيشن دي السورسز دي critical شوية، ليها اهمية، it has to get the service first، لكن حاجة تانية ممكن تتأجل فتاخد priority اقل. فكل واحد لما بيطلب الطلب بتاعه بياخد دوره في الطلبيات حسب البرايورتي بتاعته. فالبرايورتي بتاعت الانترب بتحدد حاجتين. ايه الحاجتين دول؟ ان لو الاتنين حصلوا مع بعض، لو تو انتربتس حصلوا مع بعض، صاحب البرايورتي الاعلى ياخد السيرفيس، ولما يخلص السي بي يو تنتقل للتاني تعمل له سيرفيس بعد ما تخلص صاحب البرايورتي الاعلى. دي اول حاجه. تاني حاجه
ان لو كان في انتربت سيرفيس روتين شغال دلوقتي, انتربت حصل فبنشتغل له سيرفيس بتاعته دلوقتي, اثناء عمل السيرفيس دي حصل انتربت من سورس تاني. طيب ايه العمل دلوقتي؟ حاجه من اتنين, يا اما نكمل اللي في ايدنا ولما نخلص نروح للتاني اللي عمل انتربت في وسط شغلنا, يا اما نسيب اللي في ايدنا ونروح للي عمل انتربت متاخر ده نديله سيرفيس, وبعد ما نخلص نرجع تاني نكمل السيرفيس بتاعت اللي كنا شغالين فيه. دي برضو اللي بيحددها البرايورتي. يعني لو الانتربت سيرفيس روتين شغال دلوقتي وحصل عليه انتربت, الديسيجن بيحصل طبقا للبرايورتي بتاعت الانتربت الجديد. لو ليه برايورتي اعلى بيعمل بريامشن للي شغال ويشتغل هو, وبعد ما يخلص يرجع اللي كان شغال. لكن لو اللي جا جديد ده اللي عمل انتربت جديد لو ليه برايورتي اقل يبقى pending, يستنى, يخش في الانتظار, طابور الانتظار لغايه ما صاحب البرايورتي الاعلى يخلص, ولما يخلص نلتفت الى pending interrupts ونشوفهم مين فيهم اعلى برايورتي ونبتدي نشتغل معه. الجزء المسؤول في السي بي يو اللي ألحق بالسي بي يو, جزء المسؤول عن التنظيمة دي اللي هي الفيكتورد انتربتس وتحديد الايفنتس ايه هي و giving priorities to different sources, المسؤول عن العملية دي كلها في الارم كور, جزء ألحق بالارم كور اسمه nested vector interrupt controller, nested vector interrupt controller NVIC. ال NVIC بتتم برمجته في الاول بيحصل له configuration زي ما بتعمل configuration لاي موديول, ولكن الاخرين كانوا peripheral modules مش داخل السي بي يو. الموديول ده بالذات جزء من السي بي يو, كان في الاول خالص خارج السي بي يو لكن تم ضمه الى السي بي يو في الكورتكس ام بروسيسور. كل الكورتكس ام بروسيسور بتاتي بالانفيك انتجريتد معاه, بيبقى كونفيجرد في الاول, كونفيجرد عشان تحدد بقى ايه المعلومات دي, مين اللي برايورتي, برايورتي ايه, من اعلى من مين, ولما يحصلوا مع بعض طب حصلوا مع بعض السي بي يو خدت خبر عملت سيرفيس واحد خلصت, لازم برضو ناخد السي بي يو بالها ان في حد تاني لسه في الانتظار. العمليه التنظيميه دي كلها بتتم عن طريق الانفيك. الانفيك في العموم في اي ارم بروسيسور الديزاين بتاعه انه ممكن يسع up to 255 different interrupts and exceptions, ولكن مش كلهم بيبقوا implemented. يعني في الكورتكس M0 plus في up to 32 non-core sources, يعني جايين من peripherals, 32 different sources of interrupts من peripherals, و 16 core sources, يعني 16 exceptions هي من الكور و 32 interrupts. اشهر
اكسبشن في ال الار ممكن في اي بروسيسور اللي هو الباور اب الريسيت. when you reset the device هيبتدي منين؟ يعني انت عملت له ريسيت المفروض يبتدي يشتغل بروجرام منين؟ او الريسيت ده بيعتبر نوع من الانتربتس او الاكسبشنز لما تحصل يتم توجيه السي بي يو لادرس معين تبتدي الكود من الادرس ده. الكود اللي هيكتب فيه الادرس ده هو اللي بيعمل عمليه كونفيجريشن وانيشاليزيشن لكل الاشغال اللي هتتم في الابلكيشن، بيعمل التمهيد الكونفيجريشن الاساسي. فده ذا سورس اوف اكسبشن اللي هو بيسموه الريسيت او الباور اب. باور اب ريسيت اللي هي يعني هو ريسيت فعلا، ولكن بيحصل مع اول ما تعمل سويتش اون للباور. كذلك من الاكسبشنز لو حصل اي ايرورز زي ما قلنا access a peripheral that hadn't been enabled yet، ما وصلتلوش الكلوك وبتدي تشتغل معاه فمش هيشتغل صح، فده بيديك exception. كذلك احنا قلنا when the system when a system service is requested زي supervisor call desynchronized kind of exception. يعني البروجرام ذاته في انستراكشن بتقول كده ف you are executing an interrupt service routine، ولكن في الواقع ما هوش حاجه external، لا حاجه in your program you called this service. في النون كور اللي هم 32 اللي هم جايين من البريفيرلز numbered from 0 to 31 interrupt request 0 to interrupt request 31 caused by peripheral modules. طيب دول peripheral modules خارج الARM core، فبالتالي المجموعة دي اللي هي داخل الARM core دول بيبقوا specified by the ARM تكنولوجي. يعني الارم تكنولوجي من الاساس فيها تعريف للاكسبشنز دي، لكن بيلحق مع الكور بيلحق معاه موديولز، وكل مانيفاكتشرر بياخد الكور ده بتاع الارم بيركب عليه موديولز حسب ما هو بينتج انواع مختلفه من المايكرو كنترولرز. كل فاميلي من المايكرو كنترولر بيبقى فيها بريفرال موديولز مختلفه، فبالتالي البريفرال موديولز اللي هم ليهم قدره على عمل الانتربتس بيختلفوا، فبالتالي تعريف الانتربت ريكويستس المختلفه مع الفاميليز المختلفه من المايكرو كنترولرز دول بيكونوا manufacturer dependent. يعني كل manufacturer بيحط modules مختلفة وبيassociate مع modules المختلفة دي الinterrupt requests المختلفة، فالتعريف بتاعهم بيكون لكل microcontroller تعريفات مختلفة. يعني ال NXP ليها families مختلفة من microcontrollers based على ال M0 plus، فحسب الموديولز اللي بيحطوها بيحطوا interrupt requests مختلفة، ولكن بيبقى فيه تشابه لأنهم manufacturer واحد. لما تنتقل لmanufacturer آخر زي Texas Instruments مثلا ليها its own peripherals، فبالتالي it has its own mapping from peripherals to interrupt requests numbers.
طالما بعمل سبورت ل 255 different interrupt يبقى أنا محتاج 255 vector up to 255 different vectors supporting all these interrupts. كل address, كل vector, الفيكتور هو الادرس, مكون من 4 بايتس, وورد من 4 بايتس. دول المفروض يكونوا الفيكتورز دول متخزنين في الانتربت فيكتور تيبل. انتربت فيكتور تيبل في الارم بروسيسورز بيتحجز الفيرست 1 كي بايتس اوف ميموري اللي هي 256 في 4. هنعرف ليه 256 مش 255. 256 في 4 اللي هي 1024 هي ال 1K. ال first 1K of ROM reserved لل interrupt vector table اللي بتخزن فيه الفيكتورز المختلف. أي فيكتور في التيبل دي accessed من خلال ال interrupt request number. لما يحصل interrupt request number بيقول لي روح للانتري دي داخل الانتربت فيكتور تيبل, طلع منها الفيكتور حطه في البي سي في البروجرام كاونتر, فيبتدي يشتغل الانتربت سيرفيس روتين بتاع الاي ار كيو ده. طيب لو نبص على جزء كده من الـ او اجزاء من الانتربت فيكتور تيبل, اول نوع من الانتربتس اللي هنقول عليه الريسيت انتربت. الريسيت انتربت بياخد نمبر 1 IRQ1. IRQ1 فلما بيحصل الريسيت IRQ1 ده بيتوجه الى الادرس ده في الانتربت فيكتور تيبل اللي هو ادرس نمبر 4, ويطلع الفيكتور اللي فيه ويروح ينفذ الكود بدايه الستارت اب بتاع الابلكيشن. لو حصل نون ماسكابل انتربت ده من الاكسترنال بين ده ليه برايورتي 2 سوري ده ليه انتربت فيكتور انتربت ريكوست نمبر 2 فبيتوجه الى ادرس 8, يطلع الفيكتور من ادرس 8 ويسيرفيس النون ماسكابل انتربت. Other sources of interrupts, دول كلهم internal to the CPU, فممكن نقول عليهم exceptions. ده نمرة ثلاثة بيروح للأدرس ده. نمرة أربعة it's a super نمرة 11 it's a supervisor call بيتوجه للأدرس ده. طلع منه الفيكتور. السيستم تيك سيستيك دي تايمر انترنال مع السي بي يو. التايمر دي بتنظم عمليات التاسك سكيدولينج. لو كان عندك اوبريتنج سيستم, الاوبريتنج سيستم دي بتشرف على تنفيذ التاسكس ان ريال تايم, فبتحتاج تايمر عشان تينفورس ايفنتس تينفورس انتربتس. الانترست دي بتحصل تتشيك العمل بتاع التاسكس المختلفة, تقسم التايم بتاع السي بي يو ما بين التاسكس. لو واحد خد وقت اكتر من وقته تقول له استنى شوية وبعدين يجيب غيرك يشتغل. فالسيستيك دي تايمر بتدي تيك every fixed amount of time programmable
عشان تنظم عملية التاسك سكيدولينج. ففي مجموعة يعني دول بارت منهم, دي مجموعة عن البرايورتيز بتاعتهم. ادي البرايورتيز بتاعتهم الثلاثة الاولانيين دول زي ما احنا شايفين ليهم برايورتيز محددة, واللي بعديهم programmable. programmable يعني ايه؟ defined by program, يعني الابليكيشن بتاعتك بتحدد ان السيستيك تايمر ليها priority قد كده, انا اللي بحدد البرايورتي بتاعتها. السوبرفايزر كول بحدد البرايورتي بتاعتها, لكن دول لا, fixed fixed priorities. هنا غريبة ان البرايورتي متحدة numbers negative. النمبر النمبرز النيجاتيف دي لان الاخرين بياخدوا نمبرز من زيرو طالع 1 2 3 4, ف النيجاتيف نمبرز دول they are not programmable, they are set and you cannot change them. كل ما الرقم صغر كل ما البريوريتي كانت اعلى, فده اعلى بريوريتي لان ده اصغر نمبر ماينس 3 ماينس 2 اعلى منه, فده ليه بريوريتي اقل من ده وده ليه بريوريتي اقل من ده. كل ما ياتي بعد كده ليه بريوريتيز اقل من الثلاثه دول. بريوريتي the lower the number the higher the priority. programmable معناها ان your program can change the priority. الريسيت انتربت واخد نمبر 1 والادرس بتاعه في 4. طيب وات اباوت الفيرست انتري في التابل اللي هي 0 ادرس 0, هنا ادرس 4, فاحنا فوتنا الاربع بايتس الاولانيين وبدانا يعني اعلى واحد في المجموعه خالص واخد ادرس 4. طب ساب ادرس 1 لمين؟ ساب اول وورد في التيبل دي لمين؟ سابها يتحط فيها الادرس بتاع الستاك وقت الستارت اب, الادرس اللي يتحط في الستاك بوينتر وقت الستارت اب. فهو مش ما هوش ادرس لان ما هوش فيكتور للانتر سيرفيس روتين, لا هو بتحطي فيه فاليو, الفاليو دي بتتحطي في الستاك بوينتر عشان تحدد فين الستاك, لان موقع الستاك لازم يكون في الرام ولازم يتاخد في الاعتبار هي فين في الرام, والماكسيمم سايز عشان نعمل حسابنا في الماكسيمم بوسيبل سايز للستاك. فبالتالي لازم تتحدد من الاول, فبتتحدد في لوكيشن نمبر 0 4 بايت ستارتنج ات 0. من اول اربعه وطالع كلهم مخصصين ل انتربت ريكويستس مختلفه, فيكتورز مختلفه. بالنسبه للريسيت كان بي كوزد باي ريسيت بين, يعني سيجنال تو ريسيت المايكرو كنترولر, او ان المايكرو كنترولر عملنا باور اب فالسيركت الداخليه بتاعت المايكرو كنترولر بتسنس الفولتج ليفل اللي حاصل, ذا رايز اوف ذا فولتج على السبلاي بتحس بيه, فعند نقطه معينه بيحصل ريسيت نتيجه ارتفاع الفولت بتاع السبلاي كان مقفول واتفتح, نتيجة الارتفاع ده بيحصل اوتوماتيك ريسيت للديفايس. ايه فايدة الريسيت؟ It provides a way to start processing from a known set of initial conditions. يعني هنبتدي الشغل ازاي؟ لازم على حاجة محددة.
الحاجه المحدده دي ممكن فيها الخطوات دي. الخطوات دي اول حاجه CPU reads the start stack pointer. هتحط في ايه في الستاك بوينتر؟ ده بيكون من address 0 في التيبل دي في الانتربت فيكتور تيبل. كذلك بتقرا الادرس بتاع الريسيت فيكتور من الادرس 4 وتحطه في البروجرام كاونت. وفي نفس الوقت اللينك ريجستر از سيت تو اول وانز. الاون تشيب بريفرال موديولز ار ديسابلد، ما توصل لهمش الكلوك. الالترناتيف بتاع الجي بي اي او بيكون الترناتيف 0 عشان مش شغلش اي جي بي اي او. ديسابلد كلهم ديسابلد. البينز with analog functions are assigned the default value for analog function. فالخطوات دي عشان يبتدي الديفايس يشتغل من initial state محسوبة، ما تبيش مش حاجة random. الستارت ما يكونش من نقطة random مش معروفة، لا، لابد من تجهيز لبداية العمل. ال NMI اللي هو Non-Maskable Interrupt ده ممكن يجي من على pin محدد من المايكرو كنترولر. ال pin ده if configured to cause interrupts مفروض ان يبقى في الاول configured على انه هو to cause interrupt. لأنه ممكن يستخدم في functions أخرى. فلو هو configured على أنه يشتغل إن non-maskable interrupt ممكن cause interrupt. حصل عليه signal it will cause an interrupt، تروح تنفذ function اللي موجودة في الأدرس اللي في الفيكتور هنا. دول السورسز الاخرى من الانتربتس في السلايد دي. و اوكي هنشوف بعد كده في سلايدز تانيين. يعني هنا على سبيل المثال 1 2 3 4 انتريز في التيبل دول من يعني محجوزين للدي ام اي كنترولر. الدي ام اي كنترولر اتفقنا ان هو لما يكون الموديول عايز يتبادل الداتا مع الميموري مباشره دون تدخل السي بي يو بيدي السيجنال الى السي بي يو في صوره انتربت ريكويست. و اف جرانتد بيبتدي يشتغل مع الميموري. ففي هنا 4 different sources للـ DMA controller مخصصين للـ DMA operations. ده power management controller. low leakage wake up، يعني لو الـ CPU ممكن ندخلها في low power mode وما تطلعش منها إلا لو جاء interrupt، يعني ده source of interrupt. يطلع ال سي بي يو من ال 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 سليب مود. الاثنين دول مثلا مخصصين ل الاي سكوير سي كوميونيكيشنز، ده سيريال باس، ستاندرد سيريال باس.
مخصص لإنترب ريكوست 8 و 9. دول أماكنهم هنا وهنا. كذلك another serial communication SPI, UART برضو serial communication, الانالوج تو ديجيتال كونفرتر لي اسايند لي فيكتور انترب ريكوست 15 اللي هو متخزن في الانتري ده, وهكذا. التايمر بالس ويث موديوليشن, مجموعه اليو اس بي. اخر واحد ده مثلا على سبيل المثال واللي قبله دول جي بي اي او, بورت اي بورت دي, تو بورتس دول كان كوز انتربت للسي بي يو, مش اي حد, هما الاثنين دول بس. احنا عندنا كام بورت؟ كام جي بي اي او بورت؟ 5 فروم اي تو اي, لكن مش كلهم يقدروا يعملوا انتربت. الاثنين دول بس اللي لهم الحق يعملوا انتربت. لو خدنا على سبيل المثال اخر واحد ده اللي هو بورت دي عايز يعمل انتربت, مخصص لي الرقم ايه؟ انتربت ريكوست 31. انتربت ريكوست 31 النمبر ده لازم يتحول في النهايه الى ادرس لانتربت سيرفيس روتين يخدم المطلوب من بورت دي. بورت دي متخصص له رقم IRQ 31. رقم 31 ده يترجم الى vector number. vector number يعني ايه؟ يعني رقم الانتري داخل الانترب vector table. ده ليه interrupt request number, وده يقول له فين ده ترتيبه ايه في الانترب vector table. يروح الرقم ده الى الانتري ده, الانتري ده يجد فيه الادرس بتاع الانترب سيرفيس روتين بتاع بورت دي. فهو هنا اول حاجه البورت sends a signal to NVIC اللي هي السكرتاريه بتاعت السي بي يو, هي send the signal بتاعت الانترب دي ويعرف نفسه انا رقم بتاعي 31, انا هو مخصص لي رقم 31. ف ال ال سي بي يو مفروض انها تنفذ الانترب سيرفيس روتين بتاع بورت دي. هتجيبه منين؟ هتجيبه من الفيكتور نمبر 74, يعني الانتري نمبر 74 في الانترب سيرفيس في الانترب فيكتور تيبل. هتبص عليه تطلع اللي فيه تحطه فيه البروجرام كاونتر. لو هو مثلا لقيت الادرس ده في اللوكيشن ده او في الفيكتور انتري الفيكتور تيبل انتري نمبر 74, هتلاقي الرقم ده هتحطه في البي سي يبتدي يشتغل انترب سيرفيس روتين بتاع بورت دي. التحويل من الانترب ريكوست نمبر الى الفيكتور انتري انه بيجمع عليهم 16, بيجمع عليهم ايه؟ 16. بيجمع على ده 16 يوصل لده. يعني في 16 هي الفرق ما بين الانتربت ريكوست نمبر والفيكتور نمبر. الفيكتور نمبر يمثل الانتري ترتيب الفيكتور داخل الانترب فيكتور تيبل. لكن الانتربت ريكوست هو المحدد للانتربتينج موديول, لان في مجموعه مخصصه لغير الديفايسز دي, لغير البريفيرال موديولز دول الانتربتس, في مجموعه اخرين اللي هم مخصصين للحاجات الاخرى.
مجموعة دي exceptions بعديهم يبتدي ترتيب الـ interrupts. So far حد عنده أسئلة؟ هنا الدياجرام ده بيوضح موقع الانفيك بين الكور البروسيسور وبين السورسز اوف انتربتس و exceptions. دول السورسز اوف انتربتس. تلاحظ انهم متوصلين على الانفيك. اي peripheral موديول بيطلب سيرفيس من السي بي يو بيقدم السيجنال بتاعته ومعروف الرقم بتاعه. انفيك يتصرف يقول للسي بي يو نفذ الانستركشن اللي موجود او نفذ انترا سيرفيس روتين اللي موجود من خلال الانتربت فيكتور تيب. يجي هنا peripherals اخرين متوصلين الى الانفيك بس من خلال هنا سيركت اخرى. السيركت الاخرى دي وظيفتها ايه؟ The wake-up interrupt controller وظيفته انه لما يحصل interrupt من اي من دول يعمل wake-up للCPU. يعني CPU can go to sleep to save power. ودول لو أي حد منهم عمل interrupt it will cause the CPU to get out of the sleep mode. فده بيمثل مرحلة أو بفر بين الـ peripherals وبين الـ NVIC. ليه؟ لأن حتى الـ NVIC ذاته ممكن يخش في low power mode. لما يخش في low power mode خلاص مش هيوصل حاجة للـ CPU حتى لو الـ CPU شغال. ف اي واحد من دول لما يحصل يعمل wake up للانفيك وتبتدي الانفيك تاخد الانفورميشن بتاعته وتسبلاي ات للكور. فالwake up هنا interrupt controller ده when the nested vector interrupt goes into sleep it can wake up the NVIC. ازاي بقى الNVIC ده بيشتغل؟ بيشتغل من خلال ان هو configured في الاول. بيبقى configured
ويشتغل بناء على السيت اب اللي اتبرمج عليه. فدول مجموعة الريجسترز اللي موجودين في الانفيك. نأجل دي للأسبوع الجاي إن شاء الله، لأن احنا عايزين نتناقش شوية في البروجكت. كان المهندس هشام كلمني بخصوص البروجكت، وكان اقترح علي بروجكت معين، يمكن بعت لكم خلاص الأوتلاين بتاع البروجكت المقترح بتاعه، فأنا شفته و I think it's okay and it's a good application. ف اللي هو يعني هو مش سمارت هوم، ولكن يعني بعض الكنترول لحاجات أساسية في أي هوم، الإنارة، درجة الحرارة، الباب مقفول ولا مفتوح. ف It's a good application. فممكن أي حد، أي جروب من الجروبس يعني ياخدوا يعملوا الـ ينفذوا البروجكت ده. لكن ما زال الباب مفتوح للجروبس إنها تقدم يعني proposal لبروجكت. تمام، هتقدموه أظن خلال الأسبوع ده عشان نديكوا الأوكي. اللي هياخد أوكي المجموعات، يعني المجموعات ممكن تعمل نفس البروجكت، يعني زي يعني لو اتفق الدفعة كلها، كل المجموعات إنها تعمل البروجكت اللي هو presented لغاية دلوقتي is okay. لو أي مجموعة أو مجموعة من المجموعات، يعني كذا مجموعة يتفقوا على أنهم يعملوا بروجكت شكله آخر، يقدموا proposal برضو للبروجكت بتاعهم، ولو خدوا عليه الأوكي يقدروا ينفذوا. الموضوع فليكسيبل، بس يعني مش عايزين لو مثلا انتوا لو فرض انكم مثلا 20 او 30 مجموعة، مش عايزين 30 بروبوزل، يعني عايزين على الأكتر مثلا 5 proposals، على اكتر خالص 5 proposals، بحيث ان 3 4 مجموعات يشتغلوا على البروجكت ده، و 3 4 مجموعات تانيين يشتغلوا على البروجكت الثاني، وهكذا including البروجكت proposed by هشام. هتقدموا البروبوزلز دي قبل نهايه الاسبوع، واللي ياخد الاوكي على البروبوزل بتاعه، المجموعات اللي اقترحت البروبوزل ده هي هتبتدي تنفذ المشروع. بالنسبة لي ميعاد تسليم المشروع، هل بالنسبة لكم أنسب يتسلم بعد الامتحان، بعد الفاينل، ولا قبل الفاينل؟ أنا أفضل قبل الفاينل. حد عنده اعتراض؟ ليه؟ لان ده بيديك اكسبيرينس كويسه تقدر تدخل بيها الفاينل. ما تسيبش الموضوع وتعمله بعد الفاينل، يعني يعني فقد جزء من الاستفاده من المشروع. فاحنا نتفق ان احنا نسلم المشروع قبل الفاينل، وتسليم المشروع ده بيكون في صورة ريبورت. كل مجموعة هتعمل ريبورت، وفي الريبورت ده يعني you list الكونتريبيوشن بتاع كل واحد في المجموعة. انا عرفت ان المجموعات بقت 6 دلوقتي مش 5، فكل مجموعة من 6 كل واحد يليست ايه التاسكس اللي هو قام بتنفيذها.
بالاضافه الى ان كل مجموعه هتعمل برزنتيشن لل البروجكت بتاعها، هتسجل البروجكت بيشتغل ازاي وتعرضه، ويبقى فيه اونلاين ديسكشن يعني نشوف عملتوه ازاي وليه وايه الكويس فيه وايه اللي مش كويس وايه المشاكل اللي قابلتكم وحلتوها ازاي. الكلام ده يتم بس قبل الفاينل ان شاء الله. طب يا دكتور احنا موبايل ابلكيشن ومطلوب مننا في المشروع، فمش عارفين ما عملتوش قبل كده خالص او شفت حاجه كده موبايل ابلكيشن. يعني تعمل انا قريت بسرعه البروبوزل يعني اللي مقدمه هشام، بس هذا كان على موبايل. انا ما يعني ما عملتوش قبل كده او ما يعني ما اول مره اسمع يعني. لا مطلوب منك في يعني البروبوزل اللي انت قريته اللي جاي لك من هشام يعني في موبايل ابلكيشن. نعمل موبايل ابلكيشن اخد منه يعني ان انا ادي الاوامر منه او حاجه كده، ده اللي انا فاهمه. اها يا دكتور ده اول طلب ديفلوب اسمبل اندرويد ابلكيشن. اوله خالص يعني مكتوب الكلام ده. طيب انتوا ما عندكوش قدره انك تعمل موبايل ابلكيشن، تعمل حاجه دي انت عايز تعمل الكود على المايكرو كنترولر وتنفذه بدون يعني تدخل وايرلس انترفنشن وتدي الكوماندز من خلال الموبايل بتاعك والديسبلاي. عايز تكون ديك مثلا اضافيه، لو انا قدرت اعملها ما قدرتش ما تبقاش اللي هي يعني مجبر ان اعملها عشان انا انت بتقترح كده انها تبقى حاجه اديشنال يعني. ايوه هو بالفعل يعني هو اللي يقدر يعملها اهلا وسهلا، ما يقدرش يعملها مفروض ما تكونش اسينشال يعني، لان انت ما درستش انت موبايل يعني هاو تو رايت ا موبايل ابلكيشن. خلاص يبقى دي نقطه اديشنال مش اساسيه في المشروع. انا كنت احب ان لو تعملوا تنفيذ لبروجكتس فيها حاجه يعني موشن يعني بتتحرك، حاجه ميكانيكال، لان تخصصكم انتم ميكاترونكس، فانت هو الخليط ما بين ميكانيكال انجينيرينج والالكترونكس، فالامبيدد سيستم يتحكم في حاجه تتحرك، سواء الحركه دي حركه فالف او كنترول على بروسيس معينه، حركه حاجه يعني موبايل شاسيه. في موبايل شاسيه يعني افيلبل في السوق، انا بصيت كده لقيت في حاجات في حدود ال 250 الواحده، واردوينو كومباتيبل يعني تقدر تركب عليها بوردز اردوينو، يعني البورد بتاع ال KL 25Z ده يقدر يركب عليه وتركب عليه اي حاجه، لو حبيت اي حاجه اردوينو شيلد يركب عليه برضه، تقدر تستخدم اي ابلكيشن فيها سنسنج وكنترول، يعني تعمل سنسور وتعمل كنترول، السنسور ده مثلا ديستانس سنسور ولا كده، وتعمل كنترول على الموتورز بتاعت الشاسيه، العجل يدور ازاي، وبالتالي تتحرك قدام وورا وتلف وتيجي كده وتيجي كده، فده اتس بوسيبل ابلكيشن. احنا اتفقنا قلت لكم انا دلوقتي ان لو مجموعات اتفقت على بروجكت معين يقدموا البروبوزل بتاعهم، ياخدوا عليه الاوكي ويتحاسبوا عليه في النهايه بناء على اللي قدموا. اتفقنا؟ تمام يا دكتور. انا حضرتك طيب انا سويت النهارده، فهو لو هنعمل ان البروبوزل بتاع البروجكت ده المفروض بنقدمه النهارده الساعه 12 بالليل، ممكن نمده بس لاخر الاسبوع. لغايه اخر الاسبوع ده. اوكي تمام ماشي.
يعني النهارده الثلاث اه لغايه الخميس. الخميس هنخليه الساعه كام؟ الساعه 6 مساء مثلا. اخر تمام. معنى الخميس 6 مساء، بس يكون يعني بروبوزال واضح ومختصر يعني، عشان وبعدين زي ما قلت لكم مش عايزين كل جروب تقدم بروبوزل، اتفقوا بينكم وبين بعض. اديكم قدامكم يومين ثلاثه اهو، بينكم وبين بعض كده اتفقوا بروجكت 1 2 3، المجموعات دي هتشتغل 1، المجموعات دي 2، المجموعات دي 3. بروجكت 0 اللي هو بروبوزد باي هشام، لو في مجموعات عايزه تشتغلوا يقولوا احنا هنشتغل البروبوزال 0. تمام، يلا نشوفكم الأسبوع الجاي إن شاء الله.